السيسي عمل أشياء جميلة وحاول إنه هو يمنع الطلاق الشفوي، فوقف له رجال الأزهر وقالوا له لا، حاول حاول. وأنا بقول عهد السيسي الآن أفضل مليون مرة من السادات ومبارك. طبعا طبعا، حتى الانتخابات الأخيرة مثلا. ما بص، الانتخابات أنا أولا عندي لا رأي في الانتخابات، لا علاقة للديمقراطية بالانتخابات. كلنا اختزلنا الديمقراطية في الانتخابات. أنا عشت في أمريكا 16 سنة ما فيهاش انتخابات حرة. أمريكا ليس فيها انتخابات حرة. ترامب جه ضد إرادة الشعب الأمريكي. شوف الشعب الأمريكي كله ضده وهو جيب الانتخابات، لأن الانتخابات بتزور، بتلعب فيها الفلوس. أيام أوباما أما كان بيترشح، أنا كنت هناك في أمريكا بدرس، كمية الأموال التي جمعها أوباما حتى ينجح، وجمعها منين؟ من وول ستريت، يعني من التجار الحرامية. فأنا الانتخابات لا أعترف بيها، ولا يمكن يكون في انتخابات حرة.